صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا حاتم. صباح النور يا عين. صباح النور مشاهدينا الكرام. يوم جديد جميل مليان بالايجابيات باذن الله. ونبتدي كده نقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ونبتدي نستفتح ونقول يا رب الصحه والستر، ويوم جميل باذن الله مليان بكل حاجه حلوه. عندنا فقرتين النهارده زي ما احنا متعودين مع بعض كل يوم ان شاء الله. اكيد طبعا. اول فقراتنا النهارده مع حضراتكم عالم الجمال، ودايما من خلال عالم الجمال بنلتقي مع دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحه التجميل، والنهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو اصابات الاذن. تفاصيل اكتر طبعا من خلال لقائنا مع حضراتكم وفقره عالم الجمال. فقرتنا الثانية بإذن الله هنتكلم فيها عن الفوتوغرافيا بشكل عام. هنركز شوية في موضوع التصوير الصحفي وأهمية التصوير الصحفي في نقل الأحداث. هنركز شوية أكتر كمان على حدث بيحصل عندنا طبعا، هي كان 2019 وهي كأس الأمم الإفريقية اللي بتقام على أرض مصر الحبيبة. هنشوف معانا المصور الصحفي عمرو عبد الله بوكالة رويترز، هيقول لنا هو حضر الافتتاح، حضر كل الماتشات، صور كل حاجة. فهنتكلم معاه أكتر على الصوره الصحفيه ونقل الاحداث والصوره الجماليه، بيبقى في فرق ولا لا؟ هل في التسجيلي والتوثيقي؟ يعني كلام كبير كتير جدا في الفوتوغرافيا باذن الله هنتكلم عنه مع ضيفنا الكريم. دي كانت فقراتنا باذن الله. يلا نطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وعالم الجمال.